السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا سيد؟ بعدين لك يا سيد، وأنا مسافر سفر في الفجر. الفجر بيأذن 5:10. طيب وبعد؟ تمام. هل يجوز ان انا ما استناش ربع؟ اصل عندنا المساجد هنا تبع الاوباب فبتشغل القران. هل يجوز اصلا بركب عربيه الشغل وتل، يجوز ان انا اصلي لوحدي بعد ما اصلي ركعتين سنه؟ اذا كان المؤذن يؤذن في الوقت جاز ذلك، اذا كان يؤذن قبل الوقت ولم يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود لا يجوز. السلام عليكم.